السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي مجددا في الوحدة السادسة من اللغة الإنجليزية الطبية Medical Terminology Chapter 6 التي تتحدث عن The Lymphatic and Immune System، المقطع الأخير الجزء الرابع الأخير من هذه الوحدة. نتحدث عن المختصرات التي لها علاقة بالجهاز الليمفاوي والجهاز المناعي. إذن الجزء الرابع يتحدث عن abbreviations اللي هي الاختصارات والتي تتعلق بالجهاز الليمفاوي والجهاز المناعي. لو جينا طلعنا هنا في table 15 abbreviations اللي ليها علاقة بالجهاز الليمفاوي، antibody ممكن نكتبها A أو AB، بالعكس صحيح لو لقينا إحنا الـ A والـ AB antibody. طبعا هنا الكلمة وعكسها زي ما كنا نشرح في المحاضرة السابقة. antigen يرمز له بالـ AG capital أو A capital G small. carcinoma CA عالية أو CA صغيرة. ممكن هنا المختصين في التحاليل الطبية يتخربطوا مع الكالسيوم في هذا المصطلح، فخلي بالكم إنه لازم يكون في إشارة زائد فوق قبل ما انه نقول هذه كالسيوم. فاذا شفناها CA capital او CA small، C capital A small، ممكن ايش احتمال يعني 99% هي ما يقصد بالكانسر كارسينوما. كارسينوما ان سوتو CIS، طبعا هنا نفس الشيء يعني لما تشوف المختصر معناته نفس المعنى. ductal كارسينوما ان سوتو اللي هي DCIS. herpes zoster مرض الهربس رمزه HZ. هاتشكنز ليمفوما أو هاتشكنز ديسيز مرض هاتشكن اللي هي سرطان الغدد الليمفاوية رمزه HL. إميونوغلوبولين الرمز تبعه IG، ممكن هنا بالسمول لتر نكتب IgG IgM IgA. فاكرين رموز الإميونوغلوبولينز بالذات طالبات وطلاب التحاليل الطبية. الليمفيديما رمزها الاي. ميتاستازز رمزها ميت كابيتال. الميتاستازايز مختلفة اللي هي ام اي تي بس ايش سمول هنا. نون هاجكنز ليمفوما هو سرطان غدد ليمفاوية ولكن مش هاجكنز، يعني زي ما بيقولوا مختلف عن هاتشكنز بالفانكشن والأعراض والمسببات والتأثير اللي رمزه NHL. ريكيتسيا هي نوع من أنواع الأمراض اللي بتصيب الأطفال، الرمز تبعه ريك أو RICK بالشكل هذا تلفظ ريك. والفارسيلا رمزها VSZ. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. أرجو الاشتراك في قناة اليوتيوب الدكتور عطا محمد القيسي. أتمنى لكم مشاهدات شيقة وممتعة مع محاضراتي في قناتي الخاصة. إلى اللقاء في محاضرة أخرى وقناة مليئة بالمعلومات العلمية النافعة لكل المتخصصين في جميع المجالات. طابت أوقاتكم وشكرا لكم، وألقاكم في محاضرة أخرى إن شاء الله.